جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله على الأخرى فقاتلوا
وأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم اتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم. أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. منذ أن انطلق الحراك الشعبي في 14 من فبراير من العام 2011 كان متمسكا وبارزا بعنوانين: السلمية والوحدة الوطنية. وبقى الحراك مؤطرا وملتزما ومرسخا للسلمية في أبهى صورها، ولم ينجرف أو يستفز كما أريد له فيما يتعلق بالوحدة والحفاظ على النسيج الوطني وانسجاميته. وكانت ولا زالت المعارضة ورموزها وقياداتها تقدم ما يثبت ويضمن الحفاظ على السلمية والوحدة ونبذ العنف والكراهية من دون أن تنجر إليهما، على الرغم من كل ما يحاك وما يدفع لذلك الجو الذي أبت المعارضة وكل الحراك الدخول فيه. المعارضة قدمت في 7 نوفمبر من عام 2012 وثيقة لا عنف، وفي 13 من يناير من العام 2014 قدمت وثيقة لا كراهية، وما بين الوثيقتين وما قبلهما وبعدهما الكثير من المواقف والتصريحات، وكذلك الكثير من الأحداث. فهل جاءت الوثيقتين برهانا وترسيخا للواقع، أم للاستهلاك الإعلامي وذر الرماد في العيون؟ وما هي أجواء نشوء الوثيقتين؟ هل كان هناك بعدهما برنامج تفعيل وممارسة؟ أسئلة وأسئلة حول مشروع المعارضة الوطنية البحرينية في نبذ الكراهية، نتناولها مع القيادي في المعارضة وجمعية الوفاق، واحد صانعي الوثيقتين، وثيقة اللا عنف ووثيقة اللا كراهية، المساعد السياسي لأمين عام الوفاق الأستاذ خليل مرزوق، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللا عنف ولا كراهية مكونات من مشروع المعارضة الحضاري لبناء دولة الإنسان، دولة الحقوق. وهذه المكونات تتكامل مع المشروع السياسي، بحيث أن هناك سلطات وأن هناك قيم وهناك مبادئ، وهذه القيم وهذه المبادئ كيف تنصهر داخل هذه المؤسسات، سواء كان على مستوى التشكيل أو على مستوى التشريع، يعني السياسة التي تتبعها هذه المؤسسات، سلطات كانت أو هيئات أو ما شابه، وعن طريق الممارسة وعن طريق المراقبة. هاي سمة المجتمعات. أي مجتمع سليم
وأي دولة حاضنة لهذا المجتمع السليم يجب أن تتحصل على مجموعة من هذه المكونات. يعني ليس فقط أن تكون هناك سلطات تشريعية تنفيذية قضائية ما شابه، ليس فقط أن يكون هناك دستور وهذا الدستور معطل غير ممارس. الدستور يجب أن يحتوي على قيم، يجب أن تمارس هذه القيم، تفعل هذه القيم في المجتمع على أساس أن الواقع المعاش فعلا أن يكون حقيقة يؤسس إلى دولة، وهذه الدولة بها مؤسسات، وهذه المؤسسات تفرز تشريعات أو سياسات، وهذه السياسات يلتزم بها، وهذه السياسات عندما يلتزم بها يكون هناك وئام، يكون هناك محبة، يكون هناك تآلف، يكون هناك إنتاجية. أما إذا كان لدينا فقط عناوين وأشكال وهيئات ولكن الممارسة تأخذ المجتمع إلى طريق مختلف، هذا لا يفيدنا. هذا على واقع الدولة وتأطير المجتمع في إطار هذا الدولة وحركة المجتمع، وأيضا على أساس الحراك. سمي هذا الحراك ثورة، سميه نضال، سميه انتفاضة، سميه حراك، سميه حركة، يعني لا نفصل بين الدولة المستقرة والدولة التي نسعى إلى أن نصل إليها والحركة بأي مسمى أردت أن تسمي هذه الحركة التي توصلك من أو تنقلك من واقع سيء إلى واقع أنت تقول أنه أفضل ويجب أن يكون هذا الواقع أفضل. لذلك هذه المكونتين في مشاريع المعارضة الوطنية لم تأتي لدر الرماد في العيون، ولم تأتي للاستهلاك العالمي والمحلي والإعلامي أو ما شابه، ولم تأتي لأن المعارضة لم تكن تنبذ العنف، أو كانت المعارضة عنيفة وأرادت أن تتحول إلى السلمية في 7 نوفمبر 2011، أو أنها كانت تبث الكراهية وفي 13 يناير 2014 تغير مزاج المعارضة وقالت نلتزم بالوحدة الوطنية ولا للكراهية وما شابه ونحن نقدمها. ولكن جاءت يعني مع كل الخطاب الذي كان ينطلق من بداية 14 فبراير، وليس حراك البحرين مختصر في 14 فبراير 2014، وإنما كان قبل ذلك، والأزمة السياسية كانت قبل ذلك، وكان هناك منعطفات مختلفة وتحركت القوى السياسية بأدوات مختلفة وقلناها سابقا، بما فيها المشاركة والمحاولة من داخل البرلمان أن يحدث تغيير، ولكن لم تمكن السلطة هذه القوى التي شاركت من إحداث هذا التغيير. هذا الخطاب، هذه المفردات كيف نتجت عنها وثيقة اللاعنف ووثيقة اللاكراهية؟ دعني أوصل في هذه المقدمة على أساس أن نفسح المجال للمداخلات. أولا، السلمية بالنسبة لنا دين وعقيدة، وأفصل في ذلك بعد قليل. السلمية بالنسبة لنا نهج وطريق، السلمية بالنسبة لنا استراتيجية لا تكتيك، السلمية بالنسبة لنا قوة لا ضعف ولا جبن، السلمية بالنسبة لنا سلاح ضد البطش. يعني إذا أحد كان يريد أن يقاوم بطش وعنف فالسلمية هي سلاحنا ضد هذا البطش. بنفس المقدار لا للكراهية، يعني تسامح، تآلف، كل هذه المعاني هي عقيدة ودين، هي نهج وطريق، هي استراتيجية لا تكتيك، هي حصانة للمجتمع لا تفتيت ولا ضعضعة للمجتمع، وليس لأنها خواء أو ضعف أو ما شابه، لا. كل هذه المعاني إذا أصلناها من منطلق ديني، ونحن في البحرين غالبية
مسلمة، يعني غالبية شعب البحرين غالبية مسلمة، ونحترم الأديان من الأقليات سواء كان مسيحية أو يهودية أو ما شابه. كل الأديان السماوية تقول بالسلام، بالمحبة، بالإخاء، بما شابه. فطبيعي أن غالبية شعب البحرين عندما تسأل عن من أين منطلقاتك ومبادئك يقول أنا ديني وعقيدتي هي السلمية. فأنت عندما يقولون أن شعب البحرين مسلم فأكيد ينعكس على حراكه وعلى ثقافته عملية السلمية. فأول شيء، أول مبدأ نعتز به من أين أتت السلمية كتأصيل هي من ديننا الإسلام. لعل الآيات الأخيرة التي قرأها الحبيب أنه يقول فإن اختلفا، فئتين اختلفا، ما مضمون الآيات باختصار، فأصلحوا بينهما بالحق بالعدل والقسط. فهني يجي المعنى الآخر للكراهية ونبذ الكراهية، يعني منطلقاتنا الدينية تحكم إطر سلوكنا. فهذا أول تأصيل، أنا لا أحتاج إلى أحد ينعتني بالعنف وأدافع عن نفسي وأقول أنا لست بعنيف وأنا أنتهج السلمية قبل أن ينعتني أحد بالعنف أو يتهمني بالعنف. أنا أقول له لا، أنا مسلم وألتزم بالمبادئ الإسلامية. الآن يجون يقولون هاي يعني فكر إسلامي سياسي، والله فكر إسلامي، نقول لهم لا، هذه عقيدة راسخة بعيدة عن التأطير، إسلاموية، إسلاموفوبيا، إسلام ما أدري، إسلامويين أو إسلام السياسي ما شابه، هذا ليس له علاقة. ننتقل بعد موضوع العقيدة والدين إلى موضوع السلوك، السلوك الذي ينبع من الإسلام والسلوك الذي ينبع من الحضارة. بحرين شعب 5000 سنة في عمق التاريخ، جزيرة، طبيعة الناس في الجزيرة، أخلاق الناس في الجزيرة أنهم حبابين باصطلاحنا العام، أنهم متآلفون، أنهم لا ينزعون إلى العصبية، أنهم مسالمون. فجزء منها يمكن ما قلتها أخلاق وسلوك. السلمية بالنسبة لنا أخلاق وسلوك، فهذا السلوك جاي من طبيعة شعب البحرين على مر عقود من الزمن. الآن يجي موضوع الحراك وتقييم المجتمع إلى طبيعة حراكة، يأتي الاستراتيجية أم أنه تكتيك، يأتي أنه طريق والله أنه نهج وطريق، أم أن لا خيار مجرد أنه خيار يعني موضوعي في وقت معين وزمن معين وطريقة معينة. لا، كل هذه تأتي عندما نقيم خياراتنا بالنسبة إلى الحراك، أنه هذا الحراك يجب أن يلتزم بالسلمية 100%، لأنه حراك ينطلق من عقيدة، حراك ينطلق من ثقافة وبيئة، وحراك ينطلق أيضا من تقييم الخيارات، وهذه الخيارات بالنسبة إلى البحرين وبالنسبة إلى كل ثورات الربيع العربي اللي طلعت في بدايتها قالوا أن السلمية هي خيار هذه الشعوب. الشعوب التي انحرفت عن السلمية وحصلت على دعم أكبر القوى العالمية ومجموعة كبيرة من الدول دمرت دولها ولم تحصل لا على نتائج للثورة ولم تحصل على إسقاط نظام ولم تحصل على إلا الدمار والخراب والدم. أنا ما أتحدث عن مجموعة لا يدعمها أحد، أنا أتحدث عن إسقاط النظام الليبي إلى اليوم، ويلات العنف والتسليح في ليبيا، أتحدث عن ما يحدث في سوريا والدمار في سوريا، قليل من العنف في اليمن مع تعاطفنا مع الثورة اليمنية ومحبتنا لإخواننا وأشقائنا في اليمن، أيضا ذهبت جزء منها في مشاكل وتدخلات. أي خيار لتحقيق مطالب ينحو باتجاه تسلح، تفجير، عنف، خيار خاسر. هذا اللي تعطينا
مع دعم الدول ونص العالم، يعني إذا فصلنا العالم نص ونص خلنا نقول أو غالبية التجار، لن يفيد أي حراك شعبي أن يكون هناك من يسنده، من يسلحه، من يسلحه، من يمده بسلاح أو مال أو ما شابه، لن يفيد. خيار الفشل، خيار الدم، هذا اللي يقول له الربيع العربي. ما قبل الربيع العربي 100 سنة الثورات التي نجحت هي ثورات سلمية. يقولون غالبية الثورات التي حققت إنجازات سواء تحرير من محتل أو تحقيق ديمقراطية أو ما شابه هي الثورات السلمية. هذه كتب أنا نسيت أجيبهم، عندي مجموعة كتب موجود فيها خيارات الشعوب. فلذلك عندما نتحدث في التأصيل عن الخيارات هذه مو يعني ارتجال وتشهي، لا، هذه عن طريق دراسة. من يقود الحراك في البحرين أو يؤثر فيه تأثير أساسي؟ كلهم يقولون بالسلمية ولا للعنف. هذا تأصيل، ما في أحد، ودعني أقول لا يلزمني أحد كان في الخارج ومخفي وقل لي أنا عندي خيارات أخرى غير خياراته. أنا أتكلم عن الناس الذين موجودين في الساحة ومغيبون في السجون أيضا، منهم يقولون السلمية السلمية. أنا أنقاد إلى من بعد هذا التأصيل؟ فتأصيلنا إلى فكرة من وين جت وثيقة اللا عنف والكراهية، ما هي علاقة الكراهية بالعنف؟ طبيعي جدا إذا أنت شحنت مجتمع، فئة من المجتمع، جزء من المجتمع، جزء من المؤسسات، كراهية، وسأتي إلى بعض التفصيل فيها، كراهية إلى أي جزء، أكيد يولد هذه الكراهية تولد عنف. فالكراهية مربوطة بالعنف واللا كراهية مربوطة بالسلمية، ارتباط قوي. في الوثيقتين ستجدون معاني للا الكراهية واللا عنف، أيضا في الوثيقتين ستجد، وثيقة اللا كراهية ستجد موضوع العنف. جزء من قوة أي حركة، حراك، انتفاضة، ثورة غير السلمية، إضافة إلى السلمية، أن أنت تجذب الآخرين إليك، إلى مطالبك، إلى تأييدهم. أي نعرة، أي سلوك، أي فعاليات، أي ما شابه تخلي العالم يكرهونك، يكرهون أسلوبك، أنت تخلي العالم يبتعدون عنك. إذا جعلت جزء من العالم يبتعد عنك فقدت تأييد، إذا فقدت تأييد فشلت في تحقيق النتائج، إذا فشلت في تحقيق النتائج أذهبت التضحيات هباء، أو طولت طريق عليك وصعبت وعقدت الأمور. فهذا الارتباط، عقائد، عقيدة، دين، أخلاق، سلوك، استراتيجيات، ما شابه، أيضا أنت تريد أن تحقق نتائج أو تريد أن تكون فقط تقول أنا ثائر، أنا أسوي اللي أبي وكيف العالم يساندوني ما يساندوني، يحبوني الناس ما يحبوني الناس، يأيدوني ما يأيدوني الناس. لا، أنت على أساس أن أنت تحقق نتائج يجب أن تختصر. الذكاء في الثورات، الذكاء في الثورات كيف أنا أحقق الظروف التي تسرع من عملية الانتقال إلى الأهداف، تحقيق الأهداف بصورة سريعة. هذا كله تأصيل جاي في عملية شلون جت وثائق اللا عنف واللا الكراهية. تأصيل أيضا قانوني، إذا رجعنا لوثيقة اللا عنف، هي طلعت أول وثيقة، تشير الوثيقة إلى القرار رقم
ما بقرأ القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 يونيو 2007. إلى القرار الجمعية العامة 242-52 ألف وباء المؤرخين في 12 سبتمبر أو 13 سبتمبر 1999 إلى بشأن اليوم الدولي للسلام المؤرخ في 24 كانون بشأن وأيضا اجتماع آخر بشأن العقد الدولي للاتفاقية، يعني في تأصيل إلى هذه الوثيقة من خلال القانون الدولي، القانون الإنساني، قانون حقوق الإنسان ومعاهدات حقوق الإنسان. الآن نجي إلى وثيقة اللا للكراهية من العهد الدولي لحقوق الإنسان، حقوق المدنية والسياسية، من الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد ما شابه، إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، المجتمع الدولي وحركة المجتمع الدولي، ما انتهت إليه وثيقة الأزهر، آراء الخبراء الدوليين، مبادئ كامدن، خطة الرباط. تأصيل في هذه الوثائق، يعني الوثائق لم تخترعها القوى المعارضة، الوثائق تستند، عقب ما استندنا إلى كل هذه المبادئ أيضا تستند إلى رصيد راسخ من ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني أو القانون حقوق الإنسان أو مبادئ حقوق الإنسان أو اتفاقيات للأمم الأممية أو مشاريع أممية أو نهج دولي أو ممارسة دولية بما فيها الأزهر الشريف المحترم. فلذلك عندما أحد يناقشنا في هذه الوثائق ويقول إيه بس أنتون يعني جايبين مخترعين هذه الوثائق، مخترعين هنتون من عندكم وما تلزمنا، نقول لهم لا، هذه الوثائق هي دولية أو نصوص دولية أو مبادئ دولية أو ما شابه، نحن لم نأتي بهذه الوثائق أو هذه المضامين من اختراعنا. هذا يربطنا بما قلت قبل قليل ب سعي المعارضة الوطنية الديمقراطية إلى بناء الدولة الحديثة على أساس مكونات تتسق مع المتعارف من المبادئ الإنسانية والعالمية للديمقراطية وحقوق الإنسان وكل تفاصيل. فمشاريعنا لا تأتي من فكر هم يسمونه ثيوقراطي أو ما شابه، أو لا تأتي من اختراعات، وإنما تأتي من قانون دولي ومعترف به ومرسخ. نقطة الأخرى في التأصيل هو التوازن بين الحقوق والواجبات، ذكرت وثيقة اللا عنف وأيضا في وثيقة اللا كراهية. هناك حقوق تسمى حقوق مطلقة، حقوق إنسانية، حقوق أساسية، سميها ما شاء، كرامة، الحياة، المساواة، الحرية، الأمن، العدالة، تعددية، تنوع. كل هذه الحقوق الأساسية والحقوق المطلقة هي حقوق يجب أن تصان و توفر لكل إنسان يعيش على هذه الأرض، كل الأرض، ولكل إنسان يعيش في أي دولة. الدولة مسؤولة عن أن تصون كل هذه الحقوق. كيف تصون هذه الدولة الحقوق؟ من خلال المؤسسات، من خلال التشريعات، من خلال الممارسة، من خلال الرقابة، من خلال المعاقبة، ومن خلال الإثابة. مجموعة التوازن بين هذه الحقوق، عندما يختلف إنسان مع إنسان آخر، جماعة مع جماعة أخرى، جماعة مع مؤسسة، جماعة مع نظام، هنا الامتحان. هل مكونات الدولة بما فيها العقد الاجتماعي، الدستور، مؤسسات، التشريعات، الممارسة، الرقابة، تصون هذه الحقوق أو لا تصون هذه الحقوق؟ إذا لم تصن هذه المؤسسات، هذه التشريعات، هذه الممارسة، قد تكون هناك تشريعات بس الممارسة مختلفة،
تقول المبادئ المبنية عليها وثيقة الله كراهية ومبادئ كامدن، إذا وجد التمييز وغابت المساواة هذا مسوق من مسوقات الكراهية. من يؤصل الكراهية هو من يميز بين المواطنين، من يؤصل الكراهية هو من لا يجعل المؤسسات المكونة للدولة حافظة لحقوق كل المواطنين. هذه أساس الكراهية، ليس خطاب يقول أنا ما أحبك، هذا هو يختسل الكراهية، ولا حتى خطاب أن طائفيين فئويين صفويين ما شابه، مو بس هذا الخطاب. عندما يمارس التمييز وعندما يمارس الإقصاء وعندما لا تحترم عقائد الناس وعندما لا يسمح بممارسة كل إنسان معتقده وشعائره بحسب قانون الدول الإنساني وبحسب المفاهيم وبحسب التأصيل، هذا مصداق من مصاديق الكراهية. فين؟ ليش المعارضة تأتي إلى وثيقة أحين الكراهية؟ لأننا نريد أن نفهم ونفهم كل الأطراف، يا جماعة احنا ضد الكراهية، ولكن تعالوا إلى كلمة سواء، ما هي الكراهية؟ الكراهية بحسب القانون الدولي الإنساني وبحسب قانون حقوق الإنسان ليست أن أطالب بحقي، وليست في انتقادي إلى مؤسسة إهانة هيئة نظامية، ولا أنني لا أتفق مع الحكومة، ولا أنني لا أتفق مع آلية تشكيل هذه الحكومة، هذا ليس من أي نوع من نوع الكراهية والعنف، هذا نوع من أنواع الحق الطبيعي في المطالبة بالحقوق، ويضاف عليها مو بس الكلام الاعتصام السلمي والتظاهر السلمي وحرية التعبير، كل هذه مصونة. لذلك علينا أن نبعد في التوازن بين الحقوق والواجبات، إن لا نخلط بين الأشياء ونقول أن من يطالب بحقوقه هو عنيف وهو يحض على كراهية طائفة من الناس أو تعبيرات أو كراهية نظام الحكم أو ما شابه، هذه لا تدخل في هذا العنوان. العنوان الذي يدخل في عنوان الكراهية هو التمييز، هو سلب الحقوق، هو أنني لا أوفر القضاء العادل، هو أنني لا أوفر القضاء العادل للمتخاصمين، هو أنني عندما يكون هناك مقتول من هذه الفئة تقوم الدنيا ولا تقعد، وعندما يكون هناك مقتول من الفئة الأخرى ولا كأن شيء حادث. ممنوع على فئة من المواطنين أنهم إذا كان لديهم قتيل أن يزفوه بسلمية، ومسموح إذا سقط قتيل من وكل مدان، كل دم المسلم حرام، بل دم الإنسان حرام بغير حق، ولكن ما يجوز أن أنا أسمح لناس إذا سفك دم حرام عندهم يجوز لهم أن يغضبوا، ويجوز لهم أن يأتوا بحطاب وأسلحة بيضاء ويهاجموا جمعية الوفاق ويحرسهم الأمن، ولا يجوز إذا سقط قتيل. الآن أنا لن أصنف أدناس حتى أن يزفون بسلمية، ممنوع، هذا خلل، هذا موضوع من مواضيع الكراهية وموضوع من مواضيع العنف، وأن نسمح بالعنف أو لا نسمح بالعنف. أساس لا أطيل، فحق المطالبة، التغيير، العقيدة، الفكر، هذه بعيدة عن العنف وبعيدة عن الكراهية. المطالبة بالحقوق ليست كراهية، منع المطالبة بالحقوق هنا يأتي، يدخل عنوان الكراهية وتدخل عنوان
ممارسة العنف. الممارسة، إعطاء الحقوق وتكريسها، يبعد شبهة العنف ويبعد شبهة الكراهية. المؤسسات التي تحتضن الشعب، يعني جبت مثال الأمن، مسموح للناس أن تعتصمون بأقصى أنواع الاعتصامات والمسيرات بالأحطاب وما شابه، وتحرسها الأمن. وفي الجانب الآخر في ناس ممنوع عليهم أن يعتصمون، حتى لو قدموا اختار يمنعون أو ما شابه، بحجة حماية الأمن ووحدة الأمة وما شابه. هذه المؤسسات الممارسة هذه هي تسلب إمكانية أن يحافظ على الأمن، أن لا يكون هناك أمن. هي تشجع التطرف من جهة، وهي تقمع من جهة أخرى تكون هناك ردات فعل. نحن نرفضها، ولكن هذه الردات الفعل أنت تستطيع أن تضبط 100% من الناس؟ لا تستطيع. تشريعات، يجب أن تحكم هذه التشريعات، أن تحكم السلوك. لا يجوز لأني أنا عندي مشكلة ويا ناس الطالب بحقوقها، أصادر حقها في ممارسة حقها الطبيعي في الاعتصام في العاصمة أو غير العاصمة. يعني لا يجوز أن أسخر التشريعات للانتقام من الناس على أساس أني أنا أسهل عليه بعدين أدخلهم السجن بأن خالف قانون المسيرات. أنت في دولة قانون ومؤسسات. في الفكر الإنساني لا يجوز أن تصدر قوانين تصادر الحقوق الطبيعية، نقطة. أي قانون يصادر الحقوق الطبيعية هذا القانون يعتبرونه مخالف للشرعة الدولية. لذلك جاء في بسيوني، في تقرير بسيوني في توصياته، أنه يجب أن تضمن التشريعات الحرية التعبير، ولا زال الآن يطالبون مملكة البحرين بأنها بما أنها عضو في الأمم المتحدة أن تلتزم بالقانون الدولي. بختم أدري طولت شوي بس ما عليك. فالتشريعات يجب أن توفر المظلة عن العنف وعن الكراهية. أيضا الممارسة العملية، يعني مو القانون، قبل لا يسن قانون منع التظاهر في العاصمة طلع قرار بمنع التظاهر بالعاصمة، فأنت الممارسة مع وجود القانون يمنعك، ينحرف استخدام القانون والسلطة. هذه من مباني أن يعني لا يكون المجتمع سليم. أيضا المعاقبة والتشجيع، يعني في ناس مثل ما قلنا أن في ناس من تتظاهر ودوها السجن، حج صمود ما أدري الحين جبنا طلع كل يومين وخلوه في السجن بحجة أنه تظاهر غير مشروع، تجمهر، شغب، ما شابه. هذه لن تحل المشكلة. أيضا التشجيع سنأتي إليه بتفصيل بعد شوي، أن إذا ناس غير عنيفين يجب أن تشجعهم، إذا ناس يحافظون على الوحدة الوطنية يجب أن تشجعهم. أنت الآن ماذا تعمل؟ اللي يدعو إلى السلمية تتهمه أنه يحرض، اللي يحافظ على الوحدة الوطنية تقول أنه يحض على كراهية طائفة من الناس أو ما شابه. هذا غياب التشجيع بمقام العقوبة، وهذا في الفكر الإداري، إذا لم تشجع الموظف المجتهد فأنت مو بس عاقبته، أنت شجعت الموظف الكسول على أساس أنه لا ينتج، لأن ما في فائدة من الإنتاج، لأن اللي ينتج واللي ما ينتج في نهاية المطاف يحصل تكريم، فالكسول يحصل تكريم بمعاقبة المنتج، بمعاقبة من ينبذ العنف. إحنا في ممارستنا العملية عشان أختم، إحنا أذلنا العنف من بداية أنا أتكلم من بداية 14 فبراير 2011 إلى الآن. كل واقعة وخصوصا الوقائع التي يذهب فيها أرواح أو ما شابه أو فيها تفجيرات، بكل وضوح جاءت وثيقة اللا عنف لتأكيد هذا المبدأ، أننا ننبذ العنف من جميع الأطراف بكافة أشكاله وأطرافه. لكن الممارسة العملية، ممارسة العملية ممارسة أنا أقول دائمة في نبذ العنف والدعوة إلى السلمية، دائما بنبذ الكراهية والدعوة إلى التآلف والتسامح. عندما تهدم المساجد تطلع العبارات من
آية الله سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم أو من الوفاق أو ما شابه، لم يهدم المساجد السنة وإنما السلطة، لم يقتل المتظاهرين السنة وإنما السلطة. يعني نرجع الخلاف والاختلاف إلى موضوع سلطة ومواطنين وليس العكس. عندما يحدث خلاف في المدرسة بين طالبين يطلع بعض الناس يقولون عداء لأهل السنة، سمعنا لا، منعوا أهل السنة من العلاج في المستشفى ذكرى 15 و 16 مارس وقطعوا لسان مؤذن لأنه ذاهب وكلها فبركات. فهذا الخطاب هو خطاب التحريض، وخطاب الوحدة كان عن طريق الممارسة للقوى الوطنية والزعامات الدينية وما شابه. هناك ممارسة خاطئة وهي الإشادة والتغطية. يا جماعة يا أحبة من كل الأطراف، عندما يكون هناك خطاب نابذ للعنف وخصوصا في الأحداث الأخيرة اللي حدث تفجير المدان والمرفوض بشدة في الديه، طلعنا بالإضافة إلى الأحداث السابقة طلعنا وأدنا الجهات التي تبنت. أقول لكم أكشف سر، في الغرف المغلقة المسؤولين من غير تسميتهم يمدحون في بيان المعارضة ويمدحون في بيان المرجعية ويمدحون في بيان العلماء. عندما يخرجون في التصريحات الرسمية يستهزئون أو يتنذرون، هذا يؤدي إلى تقدم خطوات على نبذ العنف. أنت تجعل من الأطراف الوطنية المخلصة شريك لك في نبذ العنف، ما قيمة ما يصرحون به من نبذ العنف إذا أنت في مجلس الوزراء في تصريحات الوزراء في ما شابه أنت تهاجمهم، بدل ما تقول ما نباك تقول شيء، قول الكلام اللي قلته في الغرف المغلقة، إن بيانكم زين، بيانكم حاسم، بيانكم واضح، وإحنا نعرف إن أنتون مو ورا التفجيرات، ليش تقول هذا في الغرف المغلقة ولما تطلع إلى الصحافة وتطلع في البيانات الرسمية تقول وهؤلاء الجمعيات السياسية وما شابه الذين يرعون الحقوة. إلى ذلك إن أنت تبى تحاصر العنف وتشجع على مزيد من نبذ العنف، أو أنت تستغل وتبتز القوى السياسية في موضوع حدث مدان، أنا ما في مزايدة يعني في الموضوع. إذا أردنا للبحرين أن تتقدم وأردنا أن يحاصر العنف وتحاصر الكراهية، علينا أن نقدر، علينا أن نعرب بكامل جرأة عن هذه البيانات وأنها مقدرة ونريد المزيد، ما عندنا مشكلة، ولكن مو في الغرف المغلقة تقولون شيء ولما تطلعون للإعلان إذا ما في جرأة هذا لا يقدم شيء. نقطة في هذا العنوان، ترى إذا نبني الوطن على إرضاء مجموعة، وأنا أقول متأكد أنها قليلة جدا، يعني نسجن الأطباء عشان بس يرضون ناس يقولون إحنا قلنا اليوم أن هذه لين احتلوا السلمانية فما يصير الحين نطلعهم أبرياء، دلين بيصيرون يحمقون علينا. لا تبنى دولة على أساس أني أظلم مجموعة وشريحة كبيرة، أطباء مفصولين ما شابه، سمعنا الخطابات لا لعودة المفصولين لا للإفراج عن المساجين لا لما شابه العفو، هذا خطاب كراهية، ولكن هذا مو اللي أنا أعالجه الحين في هالنقطة. أنا أعالج مسؤولية الدولة، أنت كمسؤول في الدولة يجب أن ترضي المتطرف في طرف على أساس أنك لا تعطي حق ولا ترفع ظلم وتعاقب من لا يستحق العقاب، ما يصير. لا تقوم الآن أنت إذا أفرجت عن المعتقلين السياسيين أنت لم تقدم الحكومة المنتخبة بعدك، ولكنك رفعت ظلم عن الناس، أنت لم تصلح الدوائر،
عندما ترجع المفصولين إلى وظائفهم. ظلم وقع على الناس أن تترجع. أيهم الكراهية؟ الكراهية لما أنا أقول إن المعتقل السياسي يجب أن يفرج عنه والمفصول أن يعود إلى مكانه، والعنف أني أنا أقول أن يتوقف الإعلام التحريضي، أو الكراهية لما أطلع وأقول إن إذا رجعتون المفصولين إحنا بنطلع في الشارع. كم واحد من الرموز بعض الكيانات يقول هذا الكلام، هذا كراهية والله الطرف الآخر كراهية. يجب أن نفهم أن الوثائق تتحدث عن ليس مفاهيم نظرية، إنما ممارسة، أن ننبذ العنف، أن نحترم حقوق الآخرين، أن ما شابه، أن لا يكون هناك تمييز في وثيقة لا الكراهية. واختم على كم مرات في الوثيقة في مبادئ كامدن اللي تحدد الكراهية وما شابه، تقول تعريف الكراهية بعدين اقروها عشان لا أطول، أن الدولة تفرض على المسؤولين الرسميين بجميع المستويات التزام أن يتلافى الإدلاء بتصريحات تروج للتمييز أو تقوض مبدأ المساواة ما شابه. تبذل الدولة جهودا فائقة لمحاربة الآراء المسبقة والتمييز، وضع إطار تنظيمي لوسائل الإعلام يعزز حق مختلف الجماعات للوصول الحر للإعلام. يجب على منظمات المجتمع المدني أن تحترم التعددية، مو تقول هذين ما نقعد إياهم دلين مخربين دلين عملاء إيران دلين دلين دلين. هذا كله يجب أن الدولة مسؤوليتها وين الآن؟ خلك من المحرضين، على الدولة. هذه الوثيقة أو المشروع يتحدث عن الدولة. أختم جزء من بناء الثقة أن احنا يجب أن نعترف ببعضنا البعض، نحصر خلافنا في الأبعاد السياسية، مختلفين على تشكيل الحكومة منتخبة معينة، على تمثيل فيها ما شابه صلاحياتها، مختلفون على دوائر الانتخابية، صوت لكل مواطن. ناس تبى محاصصة تقول لا نفصل الدوائر سنة وشيعة ونقسمها على كيفنا، وتالي يقولون لا للمحاصصة. مختلفين على إدارة العملية القضائية، مختلفين على الأمن، مختلفين على صلاحية المجلس النيابي. خلنا نحصر هذا الخلاف في البعد السياسي ونتفاوض حول أفضل نظام سياسي يحقق العدالة والكرامة والمساواة والشراكة والعدالة الاجتماعية ما شابه لكل المواطنين. ولكن في البعد الإنساني ممنوع أن يعني نستغل البعد الخلاف السياسي ونذهب في البعد الإنساني، ولا نحترم بعضنا البعض، نبخس حقوق بعضنا البعض الحقوق الأساسية، نستقوي على بعضنا البعض بمؤسسات الدولة أو أمنية قضائية ما شابه بالخارج، أو كل هذه الأمور كلها مرفوضة. طريقنا إلى نبذ العنف والكراهية بعد هذه الوثائق والمفاهيم والممارسة أن يكون هناك برنامج عملي وطني تشترك فيه كل الأطراف. أنتم تقولون أن هناك عنف ونحن نقول أن الدولة تمارس العنف، تعالوا نصيغ إطار وطني لممارسة حق التعبير لا يكون فيه عنف، تعالوا إلى منظومة قضائية تنصف الناس فلا يكون هناك عنف، تعالوا إلى إعلام لا يحرض إلى أي أحد يكون هناك عنف أو كراهية أو ما شابه. محتاج إلى مشروع وطني. هذا المشروع الوطني محتاج ابتداء أن احنا نعزل، على أقل تقدير أن نعزل الذين يمارسون العنف والكراهية، ونشجع الذين ينبذون العنف والكراهية، ونقدرهم ونزيد من مساحتهم على أساس أن نتقدم خطوات ونضع الأطر السليمة لمعالجة القضايا. هل القضايا الأمنية والحقوقية إذا التزمت السلطة بتنفيذ كل توصيات جنيف وكل توصيات بسيوني وكل مقررات القانون الإنساني وكل مقررات القانون حقوق الإنسان، ما حصلنا الحكومة المنتخبة، بعدنا عندنا مشكلة، تعالوا نحل هذه المشكلة السياسية في إطار عملية سياسية حقيقية بعيدا عن العنف من أي طرف. العنف مرفوض مدان، السلمية هي طريقنا الأصلح إلى هذا الوطن سواء كان
في الثورة، الانتفاضة، الحراك، الحركة، أو في بناء الدولة. لا نفرق، السلمية ولا للكراهية مو فقط إلى محطة زمنية، هي جزء أساسي من مكونات الدولة، والحمد لله رب العالمين. نشكر الأستاذ خليل على هذا الاستعراض، أخذ من وقتنا شوي. طبعا في مجموعة من المداخلات، أبدأ بالمداخلات الشفهية، بنستعرض ثلاث مداخلات وبعدين ثلاث أخرى. أبدأ بالأستاذ سمير، تفضل. السلام عليكم. طبعا أشكر الأستاذ خليل على المحاضرة بسميها يعني. وبس عندي شيء بسيط أنا أريد أقوله، أنه لا عنف ولا كراهية طبعا عنواني المخلصة يعني طرحتهم المعارضة بكل صدق لخير هذا الوطن، بس إحنا نعرف أن هذه العناوين تحتاج إلى طرفين يعني كتزاوج، يعني لا تحتاج إلى طرف واحد يطرح لا عنف ولا كراهية والطرف الآخر لا يحث عليه، بل بالعكس يعمل عكسه. يعني طبعا هذا يبث شيء يعني عكس ما هو مطروح. فما هو رأي المعارضة فيما يتخبط به الطرف الآخر من الموالاة؟ أنا لا أقصد فقط السلطة، يعني الموالاة بالذات. شكرا. أستاذ جمشير. السلام عليكم. يعني احنا بدأت أزمتنا بالكراهية، وبثوا في نفوس الناس الكراهية، تلفزيون البحرين مؤسس الكراهية اللي بيّن للآخرين احنا يعني نسوا ما عملنا في الماضي، وجت تلفزيون البحرين وبدت الكراهية، والآن إلا الآن نشوفه من جهة أخرى من ما بدأت في الماضي. إحنا ما عندنا كراهية، إحنا عندنا مطالب مع النقام، لكن من أسس الكراهية؟ شلون نعالج هذا الوضع؟ شلون نحاول نقول للآخرين يا جماعة بدأت خطأ؟ إنزين أنت بديت خطأ وما خلت حق روحك خترجعة، وخليت الأطفال اليوم يكرهونك، حتى الأطفال اليوم يكرهونك، كيف تتعايش معهم في المستقبل؟ كيف تحاول تغير هذه الجيل في المستقبل؟ انت بدات الكراهيه وانا ما عندي اي عمل، ما عملت اي عمل الا بمطالب رسميه. شيء اخر، احنا اليوم جينا وطالبنا بالثوره وقلنا احنا اليوم عندنا ثوره. سؤال، كيف ان ابدا بثوره واسلوبي اسلوب غير ثوري؟ مو معناته عنف. الثورة الآن ليس بمعنات العنف. مثال فلسطين لحد الآن ما أعلنوا ثورة، انتفاضة. احنا جينا ورفعنا الخطاب إلى ثورة. فكيف أتعامل مع هذه المنظور الثوري وأنا مسالم؟ يعني كيف يتعامل؟ يعني في هناك مثلا معادلة، إذا أنت ضعيف أسلوبك ضعيف، ولا أنت ضعيف أسلوبك قوي، ولا أنت قوي أسلوبك، لازم تكون أنت قوي وأسلوبك قوي. وهناك يعني إذا أنا قوي وأسلوبي قوي مو معناته أن أنا أرفع سلاح، لا، أسلوبي السلمي قوي، أسلوبي المعارض قوي، ليس يكون هناك في تخاذل أو في تردد أن أنا ما أقدر أقوم بأعمال خلينا نقول الحكومة ما راح ترتاح لها. لا، أنا اليوم جيت طالب بثورة، أجل يجب أن يكون أسلوبي أسلوب ثوري وليس عنف. فهناك في أساليب كثيرة ثورية بإمكانها ناخدها وندرسها ونفهمها ومن ثم نتحرك لها. شكرا. أستاذ حسين مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام ليس على الوثيقة، الكلام في مجمل كلام الأستاذ خليل المرزوق. يعني أرى أن التوجيه اللي سمعته الآن توجيه متعلق بنبذ الكراهية في مقابل العنف، والعنف المقصود في هذا المجال
العنف الذي تتهم به هو المعارضة، بمعنى أن هذا الكلام بين قوسين دفاعي، بينما أن الأجدى والأفضل كرسالة سياسية وكرسالة إعلامية تنشدها الجمعية وتنشدها قوى المعارضة أن لا يكون الهدف إبعاد شبهة العنف وشبهة الكراهية فقط، لكن الأفضل أن يتم توجيه هذا إلى اتهام الأطراف المشجعة على الكراهية ضد فئات في المجتمع، وأعتقد أن الكراهية هي أشمل من العنف. والجمعية يعني قبل أسابيع نشرت الكثير من الأمور المتعلقة بممارسة الكراهية من الأطراف الأخرى، وأعتقد أن هذا أمر يجب التركيز عليه وليس على مسألة إبعاد الشبهة عن المعارضة فقط أنه لا تنبذ العنف وتنبذ الكراهية، اتهام الأطراف الأخرى وليس إبعاد الشبهة عنا. شكرا أستاذ الثاني، تفضل الساخري. شكرا. طبعا أتفق معك أن أبو عبد الله أن لابد أن يكون هناك طرفين، هذا لعلي اللي فصلت فيه شوي أن في غرف مغلقة يشيدون بالبيانات والمواقف، وعلى العلن لا تشوفهم أن يعني كأنما مو عاجبينهم شغلنا. فلذلك نحن نتحدث عن طرفين صحيح في المعادلة، إذا أردنا أن ننبذ العنف وننبذ الكراهية فنحاصر العنف، نوسع مساحة السلمية، علينا أن نواجه العملية من خلال كل الأطراف وليس فقط طرفين. أشرت أنت، أنا ما أقصد السلطة والموالاة، بعد كل الأطراف بما فيها المجتمع الدولي. يعني لا يناسب المجتمع الدولي أيضا، لأننا شفنا في بيان أشتون كما فعلت المعارضة الوطنية، أدانت العنف كما فعلت المعارضة الوطنية. هذا تقدم في الطرح الدولي، بأن هناك تقدير، على أساس هذا التقدير أن نبني خطوات مستقبلية إلى نبذ العنف ونبذ الكراهية. لكن إذا كان في أطراف تخلفت عن الشراكة في موضوع نبذ العنف ونبذ الكراهية، أو جعلت من جانب واحد، أرجع لك أستاذ حسين، من جانب واحد، فهل إحنا نجي ونقول لا، بما أنهم لا يدينون قتل المتظاهرين فإحنا ما ندين قتل الشرطة، بما أنهم ما يوقفون الكراهية من بعض المنابر اللي عندهم فإحنا علينا أن إحنا بس نقول لهم إحنا كفى، إحنا طلعنا بيانات كفاية ما لنا شغل، إذا أنتم ما تقدروننا لن نتفاعل مع أي قضية عنف. لا، أن أنت تسوي شغلة، يعني أنت تقوم بواجبك الديني الوطني المنهج والسلوك، وما عليك من الآخرين. الآخرين في نهاية المطاف سيرضخون، لأن العنف مدمر إلى كل الأوطان، الكراهية مدمرة إلى كل الأوطان. أستاذ أبو أحمد، كيف نعالج الكراهية اللي بنتها مؤسسات رسمية وافتعلت أحداث وهمية مثل ما تكلمت أنا، وسخرت الأجهزة الإعلامية والمجاميع البشرية وما شابه كلها إلى بث الكراهية؟ أول شيء استراتيجي لإسقاط هذه الحملة، حملة بث الكراهية، أن لا تستجيب لها. من تتفاعل ويا حملة لا كراهية، الكراهية أنت أسست إلى استمرار إلى هذه الحملة. الحمد لله وعي اللي موجود عند شعبنا أنه ما راح رد على الكراهية بالكراهية. أنا لا أبرر الحين بعض تويتر المجهولين سب وما سب، بس الغالب في الحراك لم ينجى. أنا خلني أسمي الأشياء بمسمياتها، يعني الرموز، القيادات، الجمعيات، الكيانات الحركية ما انجرت إلى موضوع الكراهية. قضيتنا مطالب عادلة، في ناس تسبنا، في ناس تخوننا، في ما شابه، ما انجرت. قالوا إن المفصولين إذا عادوا إلى أعمالهم
خايفين انهم يرجعونهم لان بينتقمون. طلع لا، اللي راجعين الشغل هم اللي يبتسمون وهم اللي يقدمون الورود والحلاوه، واللي داخل في الاشغال هم اللي خايفين وحمقانين وما شابه. هاي تربيه، هذا جزء من كيف تعالج. ايضا هالتأصيل الديني، تأصيل المجتمعي، الثقافة المجتمعية، البرامج العملية، إيجاد المؤسسات، كل هذه إنك أنت شلون تروح إلى موضوع مناهضة الكراهية. بعد ما ترجع المطالب بهذه الروحية اللي الواحد عقب ما فصل شخص ويروح يرجع ويروح الشغل ولكنه صاير شيء يحبه بعد ويبتسم له، إحنا ما عندنا مشكلة. الطرف المظلوم، يعني بفخر أقولها واعتزاز، غالبية الناس المظلومة اللي وقع عليها ظلم ما عندها مشكلة في التعايش المستقبلي. في هناك بعض الأطراف ساهمت أو لم تساهم، فرحت أم لم تفرح، استغلت الموضوع لغنائم حرب كأنها غنائم حرب أو لم تستغله، هناك في بعضهم هذا اللي عنده مشكلة. هذا اللي السيد هادي الله يحفظه يقول ودونا احنا قبل لا يرجعونا لبتلكو دورة تأهيلية على أساس شلون نرجع الشغل عقب الفصل، وطلع انه اللي محتاجين الى الدورة التأهيلية الناس اللي منروح نقعد نشتغل اياهم مو احنا، ما عندنا مشكلة احنا عميقة. الحل انه يودون بعض الأطراف وليس الكل، مع احترامي الكامل اليهم، هناك بعض الشخصيات لا زالت تحتاج إلى تأهيل أن تتقبل الطرف الآخر وتبتعد عن الكراهية. وهناك خطب يعني واضحة يوم الجمعة وما شابه، ما أحتاج أجيب أسماء. الموضوع الثاني كيف أثور وأنا مسالم وما عندي، قلت يعني ليش في فترة فبراير 2011 ما كان يرد على العنف بعون على السلمية، آسف، ما كان يرد على السلمية بعنف. أول ما بدأ بدأ بالعنف، بس في ما يسمى بالربيع العربي المجتمع الدولي كان حاسم، دبابات ما دبابات ما ممنوع، فلذلك صار قتيل شهيدين في بداية الأمر، اعتذروا، بعدين صار الدوار اغتيل من اغتيل في الهجوم في الصباح، دخل الجيش، سحب الجيش بإرادة دولية طبعا، مو ما فيها مبادرات داخلية لأن الوضع الدولي ما كان يسمح. بعدين جت المسيرات الضخمة، كيف يعالجون؟ الآن ما أقدر أنا أرد عليهم مسيرات ضخمة، يعالجون بمسيرات مضادة. ليه؟ اللي قال عنها صلاح علي 35,000 هم قالوا حطوا صفر قدامها أو 10 ضربوها في ما أدري كم. أي دكتور صلاح علي رسميا يتكلم عن ذلك. ففي أدوات معينة، أنت كيف ذكاؤك أن تتحرك بالحماس الثوري اللي يقولون عنه الثورية، بالحماس الثوري من خلال عشرات بل مئات الطرق السلمية اللي ما تخلي الطرف الآخر أنه ينتقدك أو ما شابه. كل هذه الأمور لابد أن أنت ترجع إلى مجتمعك، يعني ما يصير أن تروح تسوي إضراب في مجتمع العمالة الأجنبية هم اللي ممشين الشغل، فأنت تروح تضرب في مصنع أنت في 10% وتقول أنا بسوي إضراب وعندي 90% من الأجانب، إذا أنت كل بحرينيين كنا يعني لو كل البحرينيين يضربون. فلازم تفكر في أشياء اللي شلون. الآن مو وقت إن الحديث عن تفاصيل. الأستاذ حسين، لا أنا يعني ممكن أنا أحترم وجهة نظرك إن يمكن فهمت الطرح عن موضوع العنف لأن كنت بركز زيادة على نبذ الكراهية، وأساس نبذ الكراهية في العنف إنه دفاعي. النبذ العنف لا يقبل التجزئة، العنف لا يقبل القسمة على اثنين، يعني تقول هذا عنف بس هذا مو عنف. العنف من أي طرف كما في الوثيقة مدان، علينا أن نشخص أن كل اعتداء على إنسان هو عنف، سواء صدر من متظاهر أو صدر من رجل أمن أو صدر من شخص عادي من هذا الطرف أو ذاك الطرف، أي اعتداء بغير حق هو عنف، بأي سلاح كان، بحجر، بملتوف، بشوزن، بالسيفور على قولتهم، هذا المسيل الدموع أو ما شابه تستخدمه في غير طريقته، كل هذا عنف. فصل الناس بغير حق هو عنف، عنف لفظي
تحريض ما شابه، كل هذا عنف. احنا ما وصلنا فيه الآن، بس الكلام عن موضوع العنف هو كلام عن كامل الأنواع العنف. يجب أن تنبذ، يجب أن يكون لنا مواقف واضحة من هذا العنف. مو أنت تقول لي تعال دين العنف وأنت لا تدين العنف. يعني إذا بغيت أفصل، علينا أن نكون منسجمين مع أنفسنا، الدولة، الشخصيات السياسية، الشخصيات الدينية. إحنا في ممارستنا أدنا قمع السلطة والأجهزة الأمنية والتجاوز القضائي والتجاوز الإعلامي، ولكن في مواقع تفجيرات أو عنف من الشباب أو من غير الشباب، ما ندري الجهة عشان لا نتهمهم، إحنا نقول العنف مدان مهما يكون هذا التفجير الديه. من اللي سواه مو مهم، بس تفجير الديه جريمة. أن تفجر في ناس سواء كان مدنيين أو عسكريين بهالطريقة، لأن اليوم من تخلي ثقافة التفجير مسموح بها لأي طرف، أنت عطيت شرعية للطرف الآخر أن يستخدم تفجير. احنا نقول ثقافة الحلال والحرام، وبعدين أجي أقول أنا إيه بس احنا في وقعة ويا السلطة على أن نفجر ونقتل الأوادم؟ لا، مرفوض شرعا من منطلق وطني، من منطلق إنساني، ومن منطلق سياسي حراك، مو فقط للحسابات السياسية. أنا مسلم أو غير مسلم، إذا أنا مسلم دم المسلم على المسلم حرام. أنا من هو اللي عطاك أنت أول شيء حكم شرعي أن نروح اقتل الأوادم؟ وعلى افتراض أن تقول أن في شرطي قتل متظاهر، من هو ذا الشرطي اللي قتل المتظاهر؟ أنت من عشان تروح تنفذ حكم الإعدام فيه بالتفجير أو بما شابه؟ إذا بغيناها غابة، وكل من إذا بغينا نبرر للآخرين أن يقتلون، خلنا نبرر لروحنا أن نقتل أو نضرب أو نجرح أو نحرق أو ما شابه. هذا الطريق مدمر، يعني بكل شفافية. هذا الطريق مو مال أن في محكمة، هذا الكلام أنا قايل إنه قبل لا يفكرون أن يودوني محكمة. هذا الطريق مدمر إلى إلى البحرين بكبرها. هذا الطريق مو شرعي. أنت بتقود الحركة وأنت اللي بتسوي، تقرر أن أنت تضرب وتقتل وما شابه، ما حد يسمح إليك. أستاذ عبد الغني، ولا حد يسمح لك تقتل المتظاهرين. خليني أكمل. ولا حد يسمح لك تقول أن طلعوا من غير اختار وتروح تضربهم بالشوزن وتقتلهم أو بالغازات وتخنقهم سواء في الشارع أو في بيوتهم. القتل بأي أداة مدان وغير مسموح ويخالف الشريعة ويخالف كل المبادئ الإنسانية. تفضل. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. طبعا أبو إبراهيم كفى ووفى وما خلى لنا نتكلم فيه، جزاك الله خير. شكرا يا أبو إبراهيم. طبعا القوى الوطنية المعارضة وفي أكثر من موقع يعني صدرت وثيقة المنامة، وثيقة اللاعون، أيضا الآن وثيقة نبذ الكراهية. طبعا المعارضة تريد توصل رسالة وعندها قناعة دينية وقناعة سياسية بأن هذا يجب أن يكون. المعارضة تريد توصل إلى الطرف الآخر اللي يشارك في الوطن، أخوك في الوطن، بأن إحنا ناس سلميين. لكن أعتقد يعني حسب المتابعة بأن يعني المعارضة الوطنية تصطدم بحائط صد قوي. إحنا اللي نشوفه على الأرض الساحة، يعني إحنا نقول إلى متى يعني تحاول المعارضة مرة وثنتين وثلاث؟ ما هي خطط المعارضة من أجل الوصول للآخر؟ هل هناك بصيص أمل بأن المعارضة تحس بأن الطرف الآخر راح يتجاوب معها ولو بنسبة بسيطة؟ لأن أعتقد أن الأمور تمشي بهذه الطريقة وهذا يعني البطء الشديد، كثير من الناس يعني يدخل في قلوبها اليأس. فهل هناك خطة للمعارضة في ذلك؟ شكرا. شكرا أستاذ. المداخلة للأستاذ صارق عبد الوهاب. أيضا في مداخلة نسائية عقبه سؤالين ونختم إن شاء الله. السلام عليكم. أريد أسهب قليلاً على كلمة أستاذ خليل مرزوق، إن السلمية عندنا عقيدة دينية
وأثبتها بكلمتين. الكلمة الأولى إلى آية الله سيد عبد الله الغريفي في تاريخ 13/3/2014: إدانة العنف هو حكم ديني وليس قرار سياسي عندنا، وحكم سفك الدماء في حراك البحرين هو الحرمة. ويسهب آية الله السيد آية الله الشيخ عيسى قاسم في تاريخ 14/3/2014 في نفس هذا الحكم قائلا: ويبقى العدوان على الدماء على مستوى الفعل ورد الفعل مرفوضا مدانا مستنكرا. وأضاف لرد الفعل نوعان جائزان: النوع الأول مواجهة جيش مقابل جيش وفرد يقصد القتل لفرد، أما في المواجهات السياسية المعادلة بشكل مستمر. مشروع نبذ الكراهية في البحرين يحتم نشر هذه الخطابات في التلفزيون البحريني الرسمي، في حين نرى أن التلفزيون يتجاهل هذه ويتجاهل دعوات صلاح البندر القائمة على تأسيس الإرهاب المسلح في البحرين ورفع الكلاشينكوفات، ما يثير فينا الهواجس بأن خلية البندر بعقلها المدبر صلاح البندر ما زالت تعمل في البحرين وتسعى إلى الإرهاب المسلح، وإن الأشتر والمختار جزء من هذه الشبكة. شكرا أستاذ. بس مداخلة نسائية، بس عندي سؤالين بطرحهم على أساس أجاوبهم الأستاذ. في سؤال وردنا يقول أن الجمعيات السياسية خلال 3 سنوات من حراك السلمي حسب مفترض السؤال عجزت أن تحقق أي شيء للشعب باتباع السلمية، وأن استخدام المولوتوف والتفجيرات وجد ليكون رادع لانتهاكات قوى الأمن وبديل للخيار الذي لم ينتج. أيضا سؤال آخر من نفس السائل: بعد كلامك السابق واليوم عن نبذ العنف، كيف تفسر محاكمة النظام لخليل المرزوق كداعية للإرهاب؟ أيضا سؤال: ما هي البرامج الفعلية للمعارضة في توعية الجماهير بشأن نبذ الكراهية؟ لا أعتقد البرامج الفعلية في توعية الجماهير لنبذ الكراهية والعنف. والسائل يضيف: لا أعتقد أن البيانات تكفي. حين نستقبل المداخلة النسائية. مرحبا، مساء الخير. شعبنا كان واعي من فترة التجمع في الدوار عندما رفع شعار الراقي أخوان سنة وشيعة، ولكن السؤال هنا إن مع أن الوثيقة مناسبة لبناء وطن كامل وآمن، لكن باعتقادي لن تكون مناسبة إذا تراكمت الجروح وتعمقت، وعدم استجابة النظام لهذا المشروع ستكون خسارة للجميع. وكيف يمكن أن نلزم النظام لتنفيذ التفاعل في تنفيذ هذا المشروع؟ كيف يمكن لنا إجباره لتنفيذ الآليات؟ هل هناك جهات ممكن من الخارج أو منظمات ممكن تساعد في متابعة هذا المشروع لتنفيذه أو لإجبار النظام لتنفيذه، أم ستكون مشروع حال توصيات بسيوني وتوصياته التي لم ترى التنفيذ حتى الآن؟ شكرا. شكرا. سائلة تفضل. سائل عبد الغني أبو محمد، تجاوب من الطرف تجاوب من الطرف الآخر والمبادرات. أنا أقول لك إذا عندك الحين أحد يبقى يلتقي بنا تودينا ليه أو يجعدنا، إحنا مستعدين. إحنا ما عندنا مشكلة أن نلتقي بمن كان، سبانا يحبنا ما يحبنا سكت اللي يفضله، ليس مجاملة ولكن لحل حالة هذا الوضع المأساوي احنا عايشين في هالبلد، ولازم ان احنا نجد طريقة كما فصلنا في بعض الوثائق او في
مشاريعنا أن كيف أن نصيغ هذه المؤسسات يكون مصدرها الشعب، أن تحمي الشعب، أن تكون هناك تشريعات إلى هذا الوطن. التقصير مو من عندنا، بس إذا أحد يقول أن أنتون كنتون تحاولون تتصلون بنا سابقا بس الحين ما قمتون تتصلون بنا، تعالوا اتصلوا بنا، أنا مستعد الآن أقول لك أن أي واحد مستعد يتواصل إيانا كجمعيات، كقوى سياسية، كأشخاص، إحنا مستعدين أن نتواصل معهم. الطرف الآخر هو اللي يخاف. وأقول لك بعد، الطرف الآخر بعض من عناصره إذا موجود في لقاءات أو ورش عمل في جنيف أو ما شابه، في غرف مغلقة، في إيرلندا، في أي محل، في تشاتم هاوس، يمكن يلتقي بك، بس ما عنده الجرأة أن يلتقي بك في البحرين، أو ما عنده الجرأة تقول أن التقيت به في البحرين. وهذا ناتج من تخويف السلطة إلى هؤلاء الأحبة أن ما يقولون حتى أن التقوا بالمعارضة. مو إحنا اللي مقصرين، ومو هم جزء منهم، مو هم جزء منهم مقصرين، السلطة هي اللي تحاول أن تحجب اللقاءات الوطنية أن تصير. مثال على ذلك ندوة كانت في قطر ومنعتها السلطة، وندوات مشابهة في تشاتم هاوس ما شابه، وفي لندن وفي غير لندن، السلطة هي التي تضع الحاجز. أنا أقول أن إحنا عدنا الجرأة نتحدث عن هذه اللقاءات، وعدنا أيضا المرونة أن لا نتحدث عن هذه اللقاءات إذا كان هذا يضايق بعض الشخصيات. إذا في برنامج إلى التواصل إحنا مستعدين نروح فيه. الأستاذ صادق، موضوع يعني التأصيل أشكرك عليه، وهذا موجود، وما في أحد بما فيها السلطة ما تعترف به. المشكلة الأساسية أن هي تعترف به في الغرف المغلقة. إحنا نحتاج أن ننقل هذا الاعتراف إلى العلن، لأن هذا يخفف الطرف الآخر اللي يقول ما ينبذون العنف وجودوا رؤوس الفتنة وأن في ناس تحرض أو ما شابه. لو يطلع مسؤول موزون، يعني عنده منصب وازن على قولتهم، يعني ثقيل، يطلع ويقول نشكر القوى السياسية على إدانتها لحادث تفجير الديه أو العكر. في موازين تختلف، يطلعون بعض الشخصيات الموالية ويقولون نشكر، إحنا نقدر ونطالبكم بالمزيد. تتغير المعادلة، يصير الحراك تجاه نبذ العنف أكبر. هذا مطلوب، هذا المطلوب. الحل لمثل البندر وغير البندر، سواء كان بحريني أو غير بحريني، التجاهل مرة، والمواجهة بالرد عليه إن أنت منبوذ، مو أنت اللي تقرر مصير البحرينيين ولا الحراك في البحرين. عندما يحصل هذه الكلمات من كل الناس الفاعلين الوازنين، لا يسكت، المشروع ما يجي يباله. فكيف أنا أسقط هذه المشاريع التدميرية وهذه الشخصيات التدميرية من كل الأطياف؟ نقول لنا استريح، إحنا حراكنا داخلي وموجهين الحراك موجودين، واللي يبى يروح بالحراك إلى مستنقعات العالم كلها جربتها وفاشلة، نقول له استريح محله. وإذا يعني ما بعد، يمكن الواحد يشدد بعد، مو بس يقول له استريح محله، الحين ما بقول وش يسوون، مو ضرب ولا عنف ولا شيء، بس في إجراءات قانونية وما شابه الواحد يمكن أن يأخذ بها. الأستاذة الفاضلة، تراكم الجروح وتعميق الأزمة وعدم التزام النظام أو ما شابه، إذا لم ولا نكون جزء من هذه السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية بتمثيل طبيعي، لن تنتهي المشكلة، لأن النظام يستغل البعد الأمني والحقوقي والإنساني لكي يخفض سقوف المعارضة. وإلى أن تحل القضية السياسية، الأزمة السياسية، النظام السياسي، أن نصل إليه، لا تترقبون من النظام أنه يخفف عليكم التمييز والباطش والتحريض وما شابه. المجتمع الدولي ينصح النظام بخطوات بناء الثقة. أنت ما وصلت للحكومة المنتخبة وما تبى تروح للحكومة المنتخبة، بس لا تميز،
لا تعتقل بصورة غير قانونية، لا تحكم على الناس بأحكام عشوائية، لا تفصل الناس، رجع الناس إلى ابني خطوات ثقة. نظام ما يبقى يبني خطوات ثقة، لأنه يستغل هذه الأمور على أساس أنها تضغط على الناس، أنهم يضغطون على السياسيين سووا لنا حل يا جماعة. الشعب في البحرين يقول لا، إحنا صمود وانتون تقدموا واللي تشوفونه وإحنا وياكم في 15 فبراير، في 9 مارس 2012، فيما شابه إحنا وياكم وطالعين مسيرات سلمية. أنتم ادعوا ونحن ننبي. النظام ما فاهم، يفاهم أنه إذا كل ما دخل الناس سجن كل ما أن هذين الجماعة بيتنازلون عن المطالب. مو هذه المعادلة. بعد 3 سنوات النظام للحين ما قاعد يفهم. أنا قلت كلام عن يعني رحابة صدر المفصولين والمعذبين وما شابه، لا أريد أن أجعل يعني هذا الكيان وهو كيان يعني كأن ما في أحد يحماق ولا في أحد يتنرفز ولا في أحد يعني يزعل وما شابه، لا، الحياة مو وردية، أساس بعد لا يزيدون علينا الشيلة يقولون يلا فصلناهم ورجعوا وسكتوا، خلنا بعد رد نفصل عشان بعد إن بعدين لا مو كذي. عمليا ان احنا يعني عندنا لأسالمن ما سلمت امور المسلمين، عندنا ثقافه الحلال والحرام، التعايش ما شابه، كل هذه الامور في عقيدتنا وفي ممارستنا، بس من الظلم ان يراهن احد على اساس ان يستمر في الظلم ويزيد في الجراحات وبعدين يقول بيعفون عنا. ان شاء الله يعفون عنكم، بس انت اول شيء خاف من الله، خاف من الحساب، وبعدين خاف من المواطنين ان هذين بيحاسبونك لا ما بيحاسبونك. هذا الموضوع عند أولياء الدم، أولياء الجروح، أولياء التعذيب، يعني اللي الناس تعذبوا واللي انفصلوا، وهذا حقهم اللي ما حد يقدر يتدخل فيه ويقول لهم اعفوا أو لا تعفون. لابد أن يكون هناك إطار للمصارحة والمصالحة الوطنية، احنا نجيب هذا الإطار، بس الأباء الشهداء المعذبين الجرحى اللي فصلوا أما شابه، كل واحد عنده قضية هو يتصرف كيف، احنا اللي يبونا بنساعدهم رفع قضايا ما شابه، تأهيل، كل اللي يبونا بنساعدهم، بس كما قلت في السابق وأرد أكرره، هذا مفصول عن يعني مو بدل الحكومة المنتخبة القصاص من القتلة، فنتنازل عن الحكومة المنتخبة عشان القصاص من القتلة أو المعذبين أو ما شابه، هذا مفصول، وهذا استراتيجيا خلي يصير ثقافة مجتمعية اللي هي هذا جزء منها من الثقافة المجتمعية، هذا حقكم، بس حقكم تأخذونه بالقانون، هذا جزء من الثقافة والتوعية على يعني أنا اليوم مظلوم من السلطة، من المؤسسة، كل إنسان ظلمني، فنشني، أقالني، ميز ضدي، عذبني، ما شابه، أقول إن هذا إنسان شنو؟ هذا موظف عام، تتحمل السلطة مسؤوليته ويتحمل بمركز القانوني كموظف عام ظلمي. ما أقول هذا من الطائفة الفلانية، ما أتهم الطائفة الذي ينتمي إليها، مو مثل ما هم يسوون يقولون المخربين الصفويين المادرويش لأن في واحد يمكن اعتدى عليهم، لا، إحنا نقول هذا موظف عام يجب أن يحاسب بعنوان أنه موظف عام، بعنوان التجاوزات اللي صارت من هذا الموظف عام مدني أو عسكري. بهاي الطريقة ممكن أن احنا نروح إلى برامج، احنا مو قاعدين بس طلعنا الوثيقة، احنا كل خطاباتنا في كل المحاضرات في كل الخطاب اللي قاعد يصير في جزء عندما نقول أنتم تغضبون بوعي، يعني ويش تغضبون بوعي؟ يعني واحد يحمق ما يكسر الأطواف ويقتل الأولي والتالي، يغضب وعي من خلال الأطر السلمية. نكمل، يعني إن أنت تجي تقول انتهكوا عرض أحد الأخوات أو حرائر أو اعتدوا على أحد، إن أنا ما يصير أقعد في البيت، أروح أطلع مسيرة، أسوي اعتصام سلمي، أظهر غضبي ولكن بوعي، ما أنجر إلى العنف. هذا جزء من التثقيف، لو مو جزء من التثقيف، هذا جزء من البرامج العملية. عندما يكون هناك اعتداء على منزل سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، عندما نقول للناس تجمعوا واعتصموا وأظهروا غضبكم بانضباط، هذه ممارسة عملية للا عنف، والله ممارسة غير عملية للا عنف،
هي ممارسة عملية، هذه تعليم المجتمع، قيادة المجتمع إلى اللاعنف. أما لو كنا يعني مثل أطراف من ينضرب واحد هدوا القرعة ترعى وقالوا إيه من حقكم، ليش قتلوا من عندكم واحد؟ فلازم تهيجون الأجهزة الأمنية، لازم بعد يبطشون بالناس في نقاط التفتيش، لازم يهجمون على المنازل. لا، إذا الدولة لا تستطيع أن تضبط منتسبيها سواء كانوا أمنيين أو عسكريين، أنت جاي تحاسبني وتقول لي إن في شهيد سقط مات تبقى مسيرة سلمية وتقول أنت تحرض على العنف لأن دعيت إلى المشاركة في تشييع شهيد، فتقول هذا تحريض، هذا كافي أنني أتهمك بالتحريض على أن أنت تشارك في تشييع شهيد. وذاك الأجهزة الأمنية زين عجل، إذا أنت تقول كذي عجل الخطاب اللي توجهه للأجهزة الأمنية ولازم يسلح رجال الأمن ولازم ما يطلع ما يخلونهم كذي، هذا ويش؟ هذا مو تحريض، هذا أزيد من التحريض. علينا أن احنا نرجع أستاذ حسين إلى إدانة العنف لا تتجزأ، عنف السلطة، عنف رجال الأمن، عنف رجال القضاء، النيابة، عنف الإعلام، كل العنف مرفوض، عنف الشارع أيضا مرفوض، ملتوف، قنابل، ما شابه. واستفدنا الحين في سؤال ملتوف، الملتوف اللي جاب اللي بيطلع الرموز، كل ما صار حادث، خلنا أقول بصراحة يعني ما أتحدى أحد، كل ما يصير حادث تفجير إذا كان بيطلعون الرموز هذا يأخرهم، هذا مو كلام إنشائي، لأن يطلع أصوات تقول ما يصير تعفون عن المخربين والمحرضين ورؤوس الفتنة، هذا اللي يسوي التفجيرات يخدم من؟ الإفراج عن الرموز أو تعطيل الإفراج عن الرموز والسياسيين والأسرى؟ عودة المفصولين، خلنا نحط ونجي كل حادث تفجير صار وإيش قدم لي؟ حراك الناس ومطالب الناس، مو مزيد من القمع، مزيد من الباطش. الحين للحين الديه مسكوكة، هذا جاب شيء؟ علينا أن نعي، علينا أن نرفض، علينا أن ندين، علينا أن نتبرأ عشان هذي لين يكونون معزولين. يطلع لي واحد يقول لي أنا يفتخر وصحاح بالزمان، لا تدخل لي مفاهيم، لا تغدغ يعني الآن هذه الجهة من ما يهمني مشبوهة أو مشبوهة، بس لا تدخل شيء ديني في شيء جريمة. صاحب الزمان والأئمة والفكرنا الديني ما يسوق القتل ولا ما شابه. فلا نروح في نخربط الأوراق، وكل عملية تسوونها هي تعطل، ما منقول الحال. إذا واحد يفكر إنه إحنا نبغى نخرب الحوار، هذا ما له علاقة بالحوار، هذا ينقع الأحبة الأساتذة الرموز وينقع المعتقلين السياسيين وعطل إرجاع المفصولين وزيد الحملة الانتقامية في الإعلام عليك ولا تستفيد من شيء. 15 فبراير هي ما تحقق المطالب، 15 فبراير هي ما تفرج عن الرموز السياسية، 15 فبراير ما تجعل الحكومة توقع على الاتفاقية الثلاثية، 15 فبراير هي اللي تجيب عملية سياسية. هذا المقاربة، حضور جماهيري حاشد هو سلاحنا، هو أدواتنا إلى إطلاق المعتقلين السياسيين إلى العملية السياسية. أي شيء آخر هو تأخير، مو للحل السياسي اللي ناس تقول احنا ما نبقى حل خليه يتأخر، احنا نقول له مو تأخير إلى ده، تأخير إلى إطلاق السجناء. هذا بكل شفافية، ويعني لأن أنا أقول ليش أنا أتكلم بهذا العنوان. 2014 سنة حاسمة لكثير من الملفات الدولية والإقليمية، وقد تكون منعطفات أساسية في كثير من البلدان بما فيها البحرين. احنا يا نقطف ثمار على أقل تقدير تستمر الأزمة. جمعية الوفاق والمعارضة مو إن تنسى دماء الشهداء، هي تحافظ على أن لا يكون هناك مزيد من الشهداء، مزيد من المفصولين.
مزيد من المعذبين، استمرار للسجناء. هي تنظر إلى البحرين لعقب 30-50 سنة، مو اليوم. فلذلك مشروعها، ولما تتحرك وتدش في نقاشات وتطرح وثائق وتاخذ استراتيجيات، اليوم هذه لأنها مسؤولة، مو خليل ولا شيخ علي ولا عبد الجليل ولا شيخ حسين، مؤسسة الوفاق اللي من 10 سنين بيجون ناس غير. جاء شخص وقال احنا خطنا كذي ومنروح في هاي الآلية. هذا الشخص بيتحمل مسؤولية الشعب، بيتحمل 20-30 سنة لو هذا بيقعد في البيت. أنا أتبع مؤسسة مرجعية، كيان، معارضة، تحالف. لو أتبع شخص اليوم يمكن هو مزاجه عنف، باكر يغير رأيه يقول للناس لا تعالوا مو عنف، لأنه شخص يمكن يغير رأيه. إنزين، واللي تأدوا من العنف اللي أنت هذا مالي يخص بهم، أنا شخص. يمكن يقعد في البيت، يمكن الله يتوفى، يمكن مو مؤسسة. الحراك هذا يروح على مؤسسة وخيارات راسخة ورؤية استراتيجية، لو خيارات فردية خيارات استراتيجية. لذلك احنا لا نقعد نجامل بعض، وهذا الكلام جزء مننا، ان ما في مجاملة، ان ترى في استحقاقات جاية، هذه الاستحقاقات اما احنا نرفع سقفنا فيها ونحصل اكبر قدر من المطالب ونطلع الناس المظلومة ونعطيهم حقوقهم ونعوضهم، او ان لا نروح اضعاف. بعد ما احتاج افصل واجد، لان يعني الحمد لله رب العالمين. في ختام هذا اللقاء نشكر الاستاذ خليل على هذا الطرح المميز الممتع اللي اخذنا فيه طول هالوقت الشفاف، ونشكر لكم حضوركم وحسن استماعكم، وافلح من صلى على محمد وآل محمد.